مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم جميعا إلى رحاب هذا الموعد القانوني الذي يجمعكم وشاشة التلفزيون الجزائري مع برنامج في ميزان القانون. الملف هذا المساء سيتناول واحدة من أهم القضايا التي عالجها أو عالجتها مواد القانون المدني الجزائري والمتعلقة بالأساس بالنزاعات التي لها صلة بالمال الشائع. هذا الملف الذي تعرفه أروقة المحاكم كثيرا نتيجة لأسباب متعددة سنحاول التطرق إليها عبر عمر البرنامج وطرح أسئلة عديدة لعلها كما قلت كيف السبيل للخروج من هذا الخروج من الشيوع وما هي أهم صور هذا الشيوع والطرق القانونية التي كفلها القانون لحماية كل الأطراف. شروحات سنجد الإجابة عليها مع ضيف البرنامج، ولكن هناك متابعة لموضوع زميلة أحلام تحششت التي أعدت كما قلت لنا هذا الموضوع، ثم لنا عودة لبلاتو البرنامج. أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. كثيراً ما يشترك مجموعة من الأشخاص على ملكية واحدة، قد تكون عقارات أو أموال، فيطلق على هذا الاشتراك مصطلح الملكية الشائعة. لكن قد يترتب على هذه الملكية تزاحم بين حقوق الشركاء، ما يؤدي إلى نشوء خلافات ومشاكل تعيق استغلال الشيء الشائع. المال الشائع هذا واقعين فيه بزاف مشاكل، منهم خطره كاين اللي يحب يبيع هذاك باغزوم، نروحو نديرو على سبيل المثال عقار، كاين اللي يحب يبيع كاين اللي ما يحبش يبيع. هنا وين نروحو؟ هنايا في الحاله هذه نلجؤوا للقضاء. دائما مشاكل كبيره كاع، كاين اللي يلحقوا وين يقعدوا في الملكيه المشتركه متنازعين، حتى اللي يتوفى واحد منهم ولا وما داش حقه. اغلب الاحيان هما كاين اللي يحشموا بعضهم بعض، هذه تربين العائلات، كاين اللي يحشم ويقعد حتى ما يديش حقه، وكاين اللي يبغي يدي حقه يروحوا يلجؤوا للقضاء، يروحوا للمحامي ويديروا قضيه في المحكمه. من المستحسن تروحوا دائما للمفحص. ولحل مسألة تقسيم المال الشائع أتاح المشرع الجزائري العديد من الطرق للخروج من الشيوع كالقسمة الودية، والتي تتم بالتراضي بين الأطراف. الخروج من الشيوع هنا ممكن يكون هناك يعني ما بعض بين الأطراف يكون عن طريق قسمة رضائية، يعني يتراضوا بعضهم يقسموا على ذاك الشيء. قلنا مثلا قطعة أرض فيها 700 متر كاري ولا 700 متر مربع وهما في ثلاثة، يقسموها في ثلاثة ويروح عند كما يسموه الخبير عقاري جيومتري اكسبير ويتراضى وعلى أساس أنه كل واحد يعرف الحدود تاعه والحد منه والحد، المهم ما كانش نزاع. هنا ما يسمى بالقسمة الرضائية. كاين أيضا في حالة ما إذا ما كان ما تفهموش، أنا أيضا ممكن هو ممكن يروح للقضاء ولا يروح واحد من القضاء يطلب باش يخرج من الشيوع. وهنا هنا القضاء هو اللي راح يعمل هذه القسمه. وفي حال اعتراض الشركاء على القسمه القضائيه للمال الشائع، هل من اجراءات اخرى للفصل في النزاع؟ مرحبا بكم من جديد سيداتي سادتي. إذا هي انشغالات حقيقية تنتظر الإجابة عليها والإجابة على عديد الأسئلة اللي راح نطرحها على ضيف البرنامج الأستاذ عبد القادر المكي، وهو المهندس الخبير العقاري. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. شكرا. كما يقاسمني هذا الفضاء الأستاذ مالك زكور مستشار البرنامج القانوني. شكرا أستاذ عزدين. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد القادر. أبدأ معك باش نعطي يعني صورة واضحة للسادة المشاهدين في شكل مبسط، كيف عرف القانون المال الشائع أو الملكية المشاعة؟ الشيوع هو حالة قانونية تنتج عن تعدد أصحاب الحق العيني، بعبارة أخرى
إذا امتلك أكثر من شخصين لملكية عقارية كانت أم منقولة فهو فهي حالة من حالات الملكية في الشيوع، سواء كانت أموال أو ملكية عقارية طبعا صالحة أراضي، مثلا أراضي صالحة للبناء أو أراضي عبارة عن مستثمرات فلاحية أو ما إلى ذلك. نتكلم عن الشيوع إذا لم يتم فرز الحصص. نعم. إذا كانوا أملاك في الشيوع في أرض فلاحية أو منقول أو أرض بناء فهي كلها حالات من الملكية في الشيوع. في الشيوع. أنتقل للأستاذ مالك في هذا الشأن. القانون الجزائري نظم هذا الملف، ملف الشيوع، في أي خانة أدرجه أستاذ مالك؟ والله هو في تكلم القانون المدني نصوص كثيرة على كل حال. المال الشائع هو المال الغير مفرز، يعني ما هيش حصة كل مثلا وارث من الورثة، غير واضحة، غير واضحة، ما هيش مفرزة. بالتعبير العامي نقول أنه إن الأشخاص هذو اللي هما أكثر، نقول كما قال الأستاذ، أكثر من اثنين يصبحوا شركاء مثلا في قطعة أرض. الأنصبة ما راهيش مفرزة محددة. يعني مثلا ما هوش محدد قطعة أرض، ممكن واحد يقول لك أنا رانا حتى وإذا كان هما داروا قسمة ودية بيناتهم، ولكن ما راهيش مفرزة حتى تتم الإجراءات القانونية المعروفة اللي ممكن راح نتطرقوا إليها في خلال الحصة. هنا يعتبر مال شائع. مشرع الجزائري يقول أنه لكل شريك في الشيوع الحق للخروج من حالة الشيوع، حتى وإذا كان شخص واحد مثلا أربعة خمس شركاء ستة ما يهمش العدد، شخص واحد يحب يخرج من حالة الشيوع يجوز له أنه يفض حالة الشراكة هذه، يلجأ إلى القضاء للمطالبة بفرز حقه، راح تفرز كل الحقوق أكيد ونخرج من حالة الشيوع. إذا لما نجي باش نعرف المال الشائع نقول هو حالة الشراكة مثلا في المال هذا ولا في الحق العيني هذا. يعني الأنصبة ليست مفرزة، هذا هو تعريف المال في حالة بمعنى الحسب. وش فهمت أن عملية الخروج مش من الشروع عملية لابد منها، لا مفرغ منها. أكيد إذا كان حبينا نخرج من حالة الشيوع فالإجراءات واضحة، نلتجئ مثلا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ما نلجأش إلى القضاء مثلا، تم عن طريق نقول خبير القضائي ويتم الإيداع للخبرة القضائية ويتم مثلا إيداع لدى الموثق، الموثق راح ينتقل إلى المحافظة العقارية ويدير الإيداع وتمشي. في بعض الأحيان لما نلجأ مثلا إلى الخبرة القضائية اللي يأمر بها القضاء، القضاء راح يعين خبير، نفس الشيء نفس العملية، الخبير راح يودع التقرير تاعو تحت رقابة الأستاذ أو الأستاذ الخبير، والموثق راح يكمل الإجراءات، تفرز الأنصبة ونخرج من حالة الشيوع. جيد. دائما في هذا الإطار اللي كنا نتحدث عليه في عملية الخروج من الشيوع، هذه العملية التي لا بد منها، العملية التي يجب أن تنتهي والملف يغلق في النهاية. كيف تنتهي أستاذ عبد القادر عملية أو حالة الشيوع؟ هي من بين الحلول هي القسمة، قسمة المال الشائع، لأنه لكل مالك في الشيوع الحق في الخروج من الشيوع أولا، وثانيا اللي هي مهمة كثير هي أنه ما لم يكن مجبر، يعني هناك حالات أستاذ وين يكون المالك في الشيوع مجبر للبقاء في الشيوع، حالة طبعا نأخذ كمثال الأراضي الفلاحية. أراضي الفلاحية عموما احنا نحكو على الملكية كملكية بدون تطرق إلى المستثمرات، لأن المستثمرات أمر خاص، لأنه استغلال. إذا اعتمدنا على الملكية أرض فلاحية، ممكن نعطيك مثال، إذا كان خمسة من الورثة في أرض فلاحية مساحتها 2 هكتار، هنا لا يمكن تجزئة الأرض الفلاحية لأن هناك مساحات مرجعية، المساحات المرجعية اللي حددها القانون وتكون طبعا معتمدة على تصنيف هذه الأرض الفلاحية. هنا رانا في حالة وين يجبر الملاك في الشيوع للبقاء في الشيوع. لا فيش حل في هذا الشيء. لا يوجد حل لأنه المشرع بالطريقة، يعني هنا الاستثناء ضيق في هذا الإطار. لماذا؟ لأنه المشرع بطريقة أخرى حما هذه الأرض الفلاحية كي لا تغير وجهتها. هنا الغاية واضحة في هذا الشيء. واضحة. حماية الأراضي الفلاحية طابحة في وجهة. إضافة سلسلين لكن اسمح لي على كل حال، هنا باش نفرق إضافة لما قال الأستاذ، قد تكون هذه الأرض الفلاحية مستثمرة فلاحية وعندها حكم، قد تكون هذه الأرض الفلاحية
هي ملكيه خاصه وهي هي ارض فلاحيه تابعه للاشخاص للاشخاص الخواص يعني باش المواطن لانه في كثير من الاحيان يجون اشخاص يقول لك توفى مثلا مورث مثلا هو عضو في مستثمره فلاحيه يقول لك جينا ندو الانصبه تاعنا الحقوق تاعنا باش نرفع دعوه على الاطراف كذا مثلا نخرج من حاله الشيوع هنا عندها احكام خاصه طبعا في حاله المستثمرات الفلاحيه اللي عندهم عقود امتياز ويكونوا على الشياع طبعا يكونوا نفرض انهم خمسه اعضاء في مستثمره فلاحيه وتوفى واحد من الاعضاء تاع المستثمره الفلاحيه اللي عنده عقد امتياز على الشيوع توفى صاحب الحق في الاستغلال طبعا لانه ماهوش مالك هنايا كاين امور تنظيميه على كل حال كاين امور اداريه استاذ اللي يروح للديوان الوطني للاراضي الفلاحيه وهم ينقلوا الملكيه للورثه عمليه الخروج من الشيوع ليس بالضروره ان يكون هناك سوء تفاهم بين المجموعه نعم اكيد هي عمليه قد تكون وديه يتفق الجميع على ان تقسم حصصهم بالشكل القانوني وفقط هنا سأطلب من أستاذ عبد القادر لو سمحت أن يحدثنا عن أنواع القسمة التي تتم في عملية الخروج من الشيوع جيد في نفس السياق في القسمة هناك نوعان يا إما رضائية يا إما هناك عدم تفاهم القسمة الرضائية طبعا عندها شروط مثلا من بين الشروط الأساسية أنه الملكية تكون في منطقة عمرانية لا نستطيع أن نقسم أراضي فلاحية طبعا وهذه تكون على كل حال إذا كان عدم اتفاق تكون على مستوى العدالة يجب المرور على العدالة لكي يتم تقسيم مال الشائع أما إذا كانت رضائية فطبعا هناك يقدر يدير مشروع قسمة ويتم اعتماد التقرير وفرز الحصص كيف يتم تحضير لهذا الملف إذا كانت مثلا قسمة رضائية أمام من تتم هذه العملية جيد أنا نفرض ندير مثال على خمس ملاك في الشيوع في أرض داخل المحيط العمراني في مساحة يمكن أن تقسم إلى خمسة أجزاء هنا طبعا يجب على الملاك في الشيوع التوجه إلى مهندس خبير عقاري لإعداد مشروع قسمة ثم يتم الاتصال بالمصالح الإدارية المختصة بداية من البلدية للحصول على شهادة تقسيم أو شهادة تجزئة جيد ثم المرحلة التي تلي هو إيداع القسمة عند موثق ليقوم بشهر الحصص وإسناد الحصص إلى الملاك في الشيوع تتمة واش قال الأستاذ تنتهي بدفتر عقاري يعني من أروع ما يكون هذا لأنه لما يعني هذه الخبرة الرضائية هذه لما يتم الإيداع فآخر نتيجة وهي الحصول على دفتر لما تم التجزئة هنا يتحصلوا الأطراف على دفتر يعني عقاري وهو أفضل أسلم ولكن نلجأ للقسمة القضائية لما تكون خصومة تكون نزاعات يقول لك واحد يقول لك أنا ندي مع طريق واحد يقول أريد أن أسألك أستاذ مالك لو سمحت قبل التطرق إلى عمل الخبير الأستاذ الخبير العقاري في تقسيم التركة الرضائية أريد أن أسألك عن تقسيم التركة عندما تذهب الأمور إلى القضاء نعم كيف تتم هو يتم مباشرة قلنا لكل شريك في شيوع الحق في الخروج من حالة شيوع يفض هذه الحالة عريضة أمام القسم العقاري المختص اللي موجود في القطعة الترابية في اختصاصه أنت هنا أستاذ عذرا عن المقاطعة تقصد أنه فيه ممكن أحد الأطراف أنه يكون اعترض على التقسيم إذا كان خصوصا إذا نلجأ للقسمة القضائية لما يكون سوء تفاهم احنا يكون في سوء تفاهم واضح أكيد ما دام الجانب القضاء فيه هو يجب أن تكون الخصوم حتى القضاء يقول القانون يقول القضاء يقول لازم تكون خصومة جدية يعني الأشخاص راهم متنازعين باين باللي كاين نزاع لا ممر على جهة على مساحة سبب وجيه وأمر واضح نعم خصومة نلجأ إلى القضاء رفع دعوة بموجب يعني تحرير عريضة أمام نتودع أمام القسم العقاري ماذا تسمى هذه الدعوة؟ دعوة الخروج من الشيوع دعوة قسمة المال الشائع أو دعوة الخروج من حالة الشيوع عارضة افتتاحية للدعوة أمام القاضي العقاري المختص اللي توجد في الاختصاص للقطعة الموجودة مثلا شخص عنده مثال شخص عنده قطعة في تيزي وزو قطعة أرض
ما يجوزلوش انه يرفع القسمه مثلا في الجزائر العاصمه بالضبط. نروح لمحكمه تزيوزو وهكذا اختصاص الاقليمي اختصاص الاقليمي نعم. فهنا القاضي عين خبير عقاري خبير عقاري لانجاز مشروع قسمه للخروج من حاله شيوع. ناخذ الحكم والتسبيق تاع الاتعاب تاع المصاريف اللي يكونوا سدناها امام المحكمه فصندوق الخزينه المحكمه نتصلوا بالخبير العقاري نعطيه له نسخه من الحكم ووصلت تسديد مصاريف تعاب التسبيق فالخبير يطلب منهم وثائق اللي واش لازم الفريضه مثلا وثائق ملف ملف بسيط العقود عقد الملكيه شهاده نقل الملكيه اذا كان موجوده وينجز مشروع قسمه ويقيم الحصص كل حصه قال بالترقيم تاعها كل حصه ها ولا التقييم النقدي المالي تاعها اللي رايحين يخلصوه امام اداره الضرائب مثلا يعاودوا الخبير يودع التقرير تاعو الاطراف يجبدوا نسخه من التقرير والتقرير الخبره القسمه ويعاودوا يسجلوا الدعوه من جديد دعوه المصادقه على الخبره اذا كان رضاو اذا كان ما رضاوش يطلبوا خبره مضاده مثلا وينتهي الحكم بالمصادقه على الخبره والقول بحاله الخروج من الشيوع. يتم اخذ الحكم الثاني هذا الى الموثق اللي هو موظف عمومي الموثق يدير له حاله يدير له الايداع امام المحافظه العقاريه المحافظه العقاريه راح تعطي لهم دفاتر عقاريه فرديه وهكذا. اود بعض التفصيل لو سمح الاستاذ عبد القادر الخبير المهندس العقاري هنا له دور جد مهم كيف يقوم باجراءات هذه العمليه بشكل دقيق؟ جيد. على كل حال بغض النظر على التفاصيل الإجراءات هذه يتكفل بها المحامي طبعا هو اللي يوجه المواطن كيفاش في الإجراءات من البداية إلى النهاية. في هذه الإجراءات كاين مرحلة تعيين الخبير من طرف القاضي يعين خبير في قضية الخروج من الشيوع. طبعا هناك مهام يجب أن تحترم. القاضي أدرى بملف الموضوع يعين خبير عقاري بمهام طبعا جلها تتمحور حول عدم المساس بقيمة العقار، تحديد القطاع، تحديد نصيب كل مالك في الشيوع، تقييم العقار، هذه كلها مهام. هذه قد يقدمها القاضي. القاضي طبعا الخبير. القاضي راح يحدد المهام المنوطة إلى المهندس. بالإضافة إلى المهام التي هي في صميم يعني. هذه مهام نجدها في الحكم. القاضي يحدد تعيين الخبير فلان من أجل المهام التالية. تحديد العقار إذا كان قابل للقسمة أو غير قابل للقسمة. دون المساس طبعا. دون المساس حتى يبقى في إطار. تحديد على أساس أصغر نصيب. على كل حال احنا كخبراء المهام هذه راهي مسطره من طرف القاضي والتدخل تاعنا طبعا راه القاضي هو اللي يحدد المهام. في المهام تاع القسمه طبعا كاين اجراءات نقوم بها، كاين ملف قاعدي اللي طبعا يسلمونا الطالب للمدعي. على كل حال نباشر المهام تاعنا بتحديد الملكيه العقاريه وتحديد انصبه كل مالك في الشيوع. في هذا الاطار من يحدد الانصبه، القاضي ام الخبير؟ لا، الخبير تدخل تاعو تقني محض. احنا ما عندناش لا نسند بالضبط. الاسناد يتم طبعا عن طريق القاضي. ممكن القاضي في المهام راح يشير لنا باخذ بالعين الاعتبار الاستغلال الميداني. كأنكم في رايحين تعدوا ملف بيان وصفي للحالة. جيد. رايحين نعدوا بيان، رايحين نوصفوا العقار ككل، نوصفوا الاستغلال الميداني، نحدوا الحصص على أساس البطاقة العقارية في حالة ما إذا كان المنطقة ممسوحة، نحدوا الأنصبة ونعاودوا نولوا للقاضي بخبرة راح تكون فيها إجابة على كل المهام التي طلبت منا. ويتم تحديد جلسة في هذا الإطار أستاذ مالك؟ بعد الخبرة راح تعاد يعاد تسجيل القضية من جديد بعد ما الخبير يودع التقرير تاعو لدى أمانة ضبط المحكمة. فالذي يهمه الأمر راح يسحب نسخة من تقرير الخبرة القسمة اللي كان دارها الخبير العقاري ويعاود يسجل القضية من جديد، نسموها رجوع دعوى بعد الخبرة. إذا كان عجبتهم الخبرة والأطراف نالت رضاهم راضيين كامل يطلبوا المصادقة على الخبرة. إذا كان طرف ينازع شاف باللي مثلا هذه القطعة ما ساعدتوش ولا المساحة
مساحه اقل وما الى ذلك راح ينازع، يقول بانه اطلب مثلا تعيين خبير من اجل خبره مطلقه. في هذا الاطار سؤال مهم، كيف للقاضي، ما هي الامور التي يعتمد عليها القاضي في تحديد حصص الاطراف؟ نعم، وإذا كان سمحت لي نجاوبك على كل حال، هو الخبير مثلا يدير تقرير، قال مثلا الخبير راح يتعامل تقني طبعا، يتكلم مع الأشخاص، قال مثلا يقول لهم أنا الحصة رقم واحد إلى فلان، الحصة رقم اثنين إلى فلان وهكذا. كيف يقدر هذا الأمر؟ والله هذا تقدير الأمر هذا عمل تقني محض. على كل حال هناك ملكية عقارية محدودة ميدانيا، لديها وثائق على كل حال مشهرة، عقد ملكية، دفتر عقاري، هناك أنصبة للملاك في الشيوع. أصلا الملكية في الشيوع كل شخص لديه نصيب لكن غير مفرز، الإشكال في فرز الحصص. جيد، احنا لما نقوم بالخبرة الفنية للقاضي يستعين بنا كفنيين، راح نحدد الحصص على أساس نصيب كل مالك في الشيوع، نحدده ميدانيا، والخبرة هذه طبعا يطلع عليها القاضي وله الفصل والتقدير. السلطة التقديرية في هذا الشيء. طبعا في هذا الإطار إذا كان سمحت لي أستاذ عزيزين باش نجاوب شافع السؤال تاعك، نقول في كثير من الأحيان الأشخاص ما يرضوش. هنا كنت سأطرح سؤال، في حالة ما إذا لم يكن هناك رضا بقبول، إذا كان ما هوش رضا يعني الخبير دار عمل تقني على أحسن ما يرام، القاضي راح يراعي هذه الحالة. هنا إذا كان مرضى وش بعض الأحيان يقول لك أنا نأخذ جانب الطريق، كل واحد وش يقول لك، هنا القاضي راح يدير قرعة، عملية قرعة، وتسند الأنصبة عن طريق القرعة للأشخاص، يعني شخص ما يعرف بالك تسحلوا القطعة ألف بالك تسحلوا القطعة باء عن طريق القرعة بين الأطراف. جيد، وهذا أمر نهائي في قضية القرعة. يجوز له يستأنف، ولكن يجوز له هذا امام المحكمه الابتدائيه مثلا، ويجوز له الطرف اللي ما رضاش يجوز له يدير استئناف، واستئناف اذا كان القاضي طبق القانون تطبيق سليم راح يكون تأييد الحكم، تقدر تروح مثلا تعب النقد للمحكمه العليا راح يكون هكذا تمشي الامور. وكاين على كل حال اضافه بسيطه، هو تقرير الخبير، هذه الخبره الفنيه ممكن استبعادها. نعم، ممكن استبعادها وتعيين خبير اخر، ولما لا، هنا التقدير للقاضي اذا كانت الخبره كما يجب كما طلبت، يكتفي بها، وعليه التقدير واسناد السلطه التقديريه فيها طبعا. احاول مثلا يستدعي خبره تكميليه، قد يكون هناك امور نعم او اغفال عن بعض النقاط. احاول استغلال القدر الكافي من حضور الاستاذ عبد القادر الخبير المهندس العقاري للاجابه على بعض الانشغالات التي قد تكون شغله بال بعض المواطنين، منها مثلا هل يمكن الحديث عن عقد بيع في الشيوع؟ طبعا لكل مالك في الشيوع حقوق عقاريه، اذا اكتسبها فهو مالك لحقوقه العقاريه الى حين فرز الحصص. توزيع الحصص مسألة يفصل فيها القاضي أو الخبير، كنا تكلمنا عليها. نروحوا لأمر آخر يتعلق بحصول الدفتر العقاري، متى يتحصل كل شخص على دفتره العقاري في حال الانتهاء من هذه العملية؟ هذه مسألة مهمة جدا وسؤال مهم جدا، ونظن باللي هو أغلب المواطنين يطلعوا الإجابات تكون وافية، وإن شاء الله نوفي بالغرض. نتكلم عن الدفتر العقاري، معلومة مهمة جدا لازم المواطن يكون على باله بها، في مناطق ممسوحة، إذا كانت مناطق ممسوحة فسند الملكية القانوني هو الدفتر العقاري. جيد. إذا تم فرز الحصص واعتماد الخبرة والحصول على المتقاضين على الصيغة التنفيذية، فإن الحكم يطبق. كيف يطبق؟ يطبق عن طريق باللجوء إلى مهندس خبير عقاري. جميل. الذي له قانونا صفة إعداد الوثائق الملحقة بالعقود. الوثيقة التي تلحق بالعقود هو وثيقة القياس، التي بموجبها نطبق الحكم القضائي على وثائق المسح. عندما تطبق هذه تنجز هذه الوثيقة وتؤشر من طرف مديرية المسح والحفظ العقاري، يأتي مرحلة إيداع الوثيقة لدى المحافظة العقارية بواسطة طبعا الموثق. نهاية كل هذه العملية أنه يتم إعداد فرز الحصص وحصول كل مالك في الشيوع على دفتره الخاص والخروج من الشيوع طبعا.
وغلق الملف. يغلق الملف طبعا. الأستاذ عبد القادر مكي المهندس الخبير العقاري، استفدنا كثيرا من حضوركم معنا في إثراء هذا الموضوع. نلتقي إن شاء الله في فرص قادمة بحول الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. العفو. أما أنتم مشاهدي الكرام ففضلا أدعوكم إلى البقاء معنا لنتلقى بعض الإجابات على الأسئلة، أسئلة المواطنين، من الأستاذ مالك زكور الحاضر معي في ركن استشارات قانونية بعد هذا الفصل. مرحبا بكم من جديد. إذن إلى ركن استشارات قانونية وأجوبة الأستاذ مالك على أسئلة وانشغالات بعض المواطنين. دائما نبقى في هذا الإطار المتعلق بعملية الشيوع والخروج من الشيوع وما إلى ذلك. هناك سؤال يتعلق أستاذ مالك بهذا الإطار. مواطنة تسأل هل يجب شهر عريضة دعوى الخروج من الشيوع، من حالة الشيوع؟ نعم. أقول أشكر المواطنة صاحبة السؤال. هو احنا وقعنا في الحقيقة في منقوش في صراع، ولكن هكذا هي الإجراءات، شد وجذب. هنا القانون صار لم ينص صراحة على شهر عريضة دعوى الخروج من الشيوع، ولكن التعديل اللي جاء في هذا الخصوص، حتى يقول القانون الجديد يقول أنه لما نكون مثلا في حالة فسخ عقد أو إبطال عقد وما إلى ذلك، هنا يجب إشهار العريضة. لماذا؟ لأنه الغرض منه نوضع المحافظ العقاري في الصورة، يكون عنده على العلم بالقضية هذه، لأنه العقود تخرج من المحافظة العقارية، يجب إعلام المحافظ العقاري بأنه هذا العقد راه محل نزاع من أجل الفسخ أو الإبطال. الإشكال في الميدان أنه بعض القضاة في المحاكم يطلبوا من الأفراد إشهار عريضة الخروج من الشيوع، وفي نفس الوقت هناك قضاة واحدة أخرى في محاكم واحدة أخرى لا يطلبون مثل هذا الطلب. ولكن أنا من أنصار أنه مثلا إذا كان القاضي طلب إشهار العريضة، يعني الأمر لا يفسد للقضية ود، فمعليش أنك أنت يعني تخطر بدليل عدم إلزامية هذا الأمر، أنه المحافظ العقاري لما تديروا دعوة العريضة دعوة الخروج من الشيوع راح يسلم لك الرفض. بعض القضاة يقول لك معليش أنا حتى ولا كان يرفض، جيب لي الرفض مكتوب والقضية تمشي. إذن القاضي المحكمة تكون بلغت أخطرت، يعني نقول عن طريق المدعي، عن طريق أطراب، أنه هناك نزاع عقاري يجب إشهار العريضة. المحافظ العقاري شاف أنه ما يشهرش العريضة، سلم له الرفض مكتوب والقضية تمشي بسلاسة. إذن إذا كان كرجل قانون أقول أنه جواب شافي قانونا، ماهوش إلزامي شهر عريضة دعوى الخروج من حالة الشيوع. جيد، جواب واضح وكافي وشافي. أشكرك جزيلا أستاذ مالك. بلا سيدتي سادتي نأتي إلى طي أوراقي، هذا العدد والذي كان في شقه الأول متعلق بالنزاعات ذات الصلة بالمال الشائع وعملية الخروج من الملكية الشائعة. إلى أن نلتقي، هذه تحياتي وتحية الفريق العامل، إلى اللقاء.